من بغداد من ساحة التحرير مشاهدي قناة التغيير أطل عليكم من جديد ولحظات الفرح التي يعيشها أبناء العراق الغيارة وهم الذين صبروا وصابروا وكابروا وقدموا دماء طاهرة زكية على مذبح الحرية. هذه اللحظات وكما تشاهدون مشاهدينا الكرام ونحن نتحدث إليكم من واحد من قمم جبل أحد الذي قال الثوار فيه كلمة كبيرة وعظيمة وصمدوا رغم التهديد والخوف والترهيب، ولكنهم كانوا شبابا عراقيا بطوليا رجوليا فريدا من نوعه، أصر وانتصر على الإرادات التي كانت تراهن على أن هذا الشعب ذات يوم سوف يتعب وسوف ينسحب، وقد خذلتهم حتى السماء بأنها لم تمطر. الكل متعاطف مع الثوار لأنهم قدموا دماء طاهرة من أجل حقوق بسيطة هضمت ولم يسمعها أحد. اليوم وفي هذه اللحظات التاريخية المهمة وكما تشاهدون مشاهدي الكرام ومن خلفنا يحتفل أبناء شعبنا بأنهم قد استطاعوا أن يحققوا بداية النصر الحقيقي. عندما كنا معهم وفي هذه اللحظات نتحاور معهم نجدهم أبطالا صامدين، لم يأخذهم الغرور في هذا النصر، بل تشعر أن الفرحة في عيونهم والغصة في قلوبهم على أحبة وأخوة فقدوهم في زمن الغدر والخيانة، في زمن الحكام الذين لا يعرفون الطريق إلا إلى المال وإلى بناء السلطة. وهنا كتب العراقيون ملحمة تاريخية سينحني لها كل الشرفاء بالعالم. هنا كتبت أياد عراقية لنصر عراقي، كما حتى هذه اللحظات يقاتل الأبطال في ذي قار، ويقاتل الأبطال في كربلاء، ويقاتل الأبطال في النجف، ويقاتل الأبطال في ساحة التحرير وفي كل مكان من العراق. تسمعون هذه اللحظات استقالة فلان وفلان وفلان، هم استقالوا رغما عنهم لأن إرادة الشعب دائما أقوى من الطغاة. وأي شعب كشعب مثل شعب العراق، وأي جيل وأي شباب مثل هذا الشباب، وهم وآبائهم وأخوتهم وأمهاتهم وزوجاتهم وأطفالهم وحتى الرضع منهم موجودون في هذا المكان. قالوها فصدقوا، أصروا فصبروا وانتصروا، وهذا بداية النصر الذي سيكتب بحروف من ذهب لهذا الجيل ولهذا الشعب ولهذه الأمهات ولهذه الفتيات وهذه الزوجات وهؤلاء الرضع الذين حضروا ساحة التحرير وفلكة الحبوبي وذي قار وفي كل مكان انتفض فيه العراقيون. حذاري حذاري أن يركب الموجة أحدا لا ناقة له ولا جمل. هذا النصر سيكتب بأسماء الثوار، وإلى القوى الخائبة، وإلى السياسيون والأحزاب الذين ما زالوا يكتبون بياناتهم ظنا منهم أنهم يستميلون مشاعرنا. اسمعوا وعوا، زمن البيانات قد انتهى، الشعب وحده يقرر. وللذين ما زالوا يعتقدون أنهم أبطالا في جروبات يكتبون لنا خارطة الطريق وماذا سيحصل غدا وبماذا سيفكرون، شكرا لكم، لقد عفى عليكم الزمن وانتهت خدماتكم بعدما أن جردتمونا من أي شيء. سلبتم وطننا، وأطفالنا ينادون أمام العالم نريد وطن. نعم نريد وطنا كما نحلم به، نريد وطنا كما نبنيه، نريد وطنا يحكمه أبناؤنا وأمهاتنا وأخواتنا. نعم نريد وطن لا فاسقين فيه ولا فاسدين فيه ولا أصحاب الهويات المزدوجة،
نريد وطنا ينتمون إلى هذا التراب، نريد وطنا يحكمه أبناء المضحين وأبناء المضحيات، نريد وطنا فيه شباب شبعوا من غازاتكم الحقيرة والدنيئة، نريد وطنا عندما تسأله من أنت يقول أنا عراقي لا إيراني ولا أمريكي ولا خليجي، نريد وطنا الهوية العراقية هي الأسمى والعراقي هو الأرفع. نعم هذه ليست منة من أحد، وهذه ليست امتيازات يمنحها لنا حاكم، هذه حقوقنا التي كنا نطالب بها من عام 2010. أنا في هذا المكان والتاريخ يشهد وليس دعاية أو تسويقا، في عام 2010 وفي ساحة التحرير عندما كانت تنفجر في بغداد من 50 إلى 100 سيارة مفخخة، جلسنا هنا في الكاميرات من قلب بغداد في رسالة إلى العالم، نحن شعب محب للحياة، نرفض الظلم ونرفض الإرهاب، وتوالت والشباب في هذه الساحة لم يغادروها، واليوم يحسدون نصرهم ويحسدون صبرهم حتى الله سبحانه وتعالى يقف معهم وكأنه يضع يده فوق رؤوسهم الشريفة رحمة لشهدائنا، ونقول لهم ارقدوا بسلام فإن أخوتكم على العهد سائرون، والله لن يخذلوكم، والله ستكونون في عليين، الله معكم وشبابكم معكم، وأطمئنكم أيها الغيارة وأنتم تحت الثرى، أمهاتكم هنا وأخواتكم هنا وزوجاتكم هنا وقبوركم في قلوبنا، انتصرنا بدمائكم كما انتصر الحسين، انتصر الدم على السيف، انتصر الرجال على الجبناء، أنتم في عليين لا نقول نزوركم، بل أنتم الذين تطوفون علينا ليل النهار، ما زلنا نستنشق دماءكم الزكية وهي تفوح وردا وعطرا، وصوركم تملأ الساحات في بغداد وفي ذي قار وفي النجف وفي كربلة وفي السماوة وفي كل العراق، والله سنعلقها في عيوننا، ستبقى الجسور بأسماءكم والشوارع بأسماءكم، سنسمي أسماء أبنائنا بأسمائكم، اعذرونا إن لم نلتحق بكم، والله وإن كان الوطن يريد مزيدا من الدماء فها نحن بكم ملتحقون.